عقل 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 ولا مجنونة مجنونة عقل ومجنونة شوية وسعت روشة وشقية أكلت وعدت هنجيبها من كل مكان في الدنيا أدي عادة زي الفل وأدي أكلة ست الكل البس اشرب أو كل وسيب الباقي عليا عقل 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 ولا مساء الخير على كل السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا وبيتابعونا النهاردة على شاشة القناة في البيت وفي كل مكان، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عقلة ومجنونة. الحقيقة أنا عايز أبدأ الحلقة النهاردة بكلمتين. الكلمة الأولى هي نبذة عن فكرة البرنامج للناس اللي ممكن تكون أول مرة بتتفرج على البرنامج. برنامج عقلة ومجنونة بيتكلم في فكرته الأساسية عن مجموعة من الفيديوهات أو المواقف الغريبة أو القصص أو الصور، الحاجات اللي احنا ممكن لو هنعرضها الناس يا إما تندهش يا إما تستغرب وتقول سبحان الله، يا إما تضحك، ممكن نعرض حاجة كوميدي فالناس تضحك، وده هدف من أهداف البرنامج. لكن الحقيقة ما تيجي نعمل ده النهاردة بشكل مختلف. يعني إيه؟ عايز أقول تعالوا بدل ما كل مرة أو في حلقة النهاردة بدل ما نعرض أكتر من فيديو لحاجات مختلفة، تعالوا نعرض مجموعة فيديوهات لحاجة واحدة في مجال واحد ونربطها ببعض ونطلع منها بهدف، يمكن في آخر الحلقة نقدر نوصل رسالة للناس، وكده يبقى عملنا الرسالة الإعلامية اللي المفروض ده دورنا إن إحنا نقوم بيه هنا. طيب ما تيجي نعمل ده ونحط عنوان الحلقة. إيه عنوان الحلقة اللي ممكن نبروز الحلقة ونقول عنوان حلقة النهاردة كذا؟ حابب أتكلم في ده بس بعدين، أنا مش هتكلم عنه دلوقتي. يمكن السادة الزملاء يعرضوه على شاشة القناة عنوان حلقة النهاردة كذا، لكن أنا هسيبه لآخر الحلقة. تعالوا نشوف الفيديو رقم واحد ونرجع نكمل مع بعض ونشوف حلقة النهاردة هتمشي معانا وتاخدنا فين. شفنا الفيديو، فهمنا ايه؟ انا هقول لكم انا فهمت ايه او ايه المحتوى الفيديو ده بيتكلم عن ايه. الفيديو ده انا ركزت فيه في حاجتين. الحاجة الاولى في حيوان مفترس، وفي ده حيوان قوي اللي هو الفهد، وفي حيوان ضعيف اللي هو القرد، وحصل عملية افتراس يعني قتل. ده رقم واحد. رقم اتنين، ودي الحاجة الغريبة، ان الكائن المفترس اللي هو الفهد الصياد اتحول 180 درجة في اقل من ثانية لكائن بيحمل صفات الملائكة. الرحمة سيطرت عليه بنسبة 100% لدرجة خلته ساب الفريسة اللي هو اصلا طالع عشانها وابتدى يهتم بالجنين الطفل الصغير او القرد الصغير اللي شاف امه هي بتموت قدامه. فالرحمة اتحركت عند الفهد وساب فريسته ونزل يرعى ويطبطب على القرد الصغير. الموضوع ده صدقوني غريب، لان في شريعة الحيوانات في الغابة ما فيش الكلام ده، القوي بيأكل الضعيف والمفروض ان الافتراس ده شريعتهم. طيب هو ليه الحيوان ده عمل كده؟ يعني ليه تحول من شر الخير؟ خلي بالك الفيديو فيه حاجتين عكس بعض، في قتل وده شر، وفي خير وده رحمة. سؤال، ليه الفهد لماذا لم يقتل الثاني زي ما قتل الأول، ولماذا لم يرحم الأول زي ما رحم الثاني؟ في حاجتين عكس بعض، في قتل ورحمة، في خير وشر. والحقيقة أن الاتنين دول دايما موجودين جوا أي إنسان أو أي حيوان. إيه موضوع الخير والشر، وإيه قصة أن أنا جوايا خير ولا جوايا شر، ومين فيهم اللي بيغلب؟ هنعرف ده في الفيديو رقم اتنين اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي، وبعدين نرجع لحضراتكم مرة تانية. نشوف الفيديو رقم اتنين يا جماعة لو سمحتوا. شفنا الفيديو، هو فيديو صغير لكن اعتقد ان هو جميل وبيوصل المعلومة بشكل بسيط. هي حكمة، لكن قلت لحضراتكم والفيديو بيتعرض ان هي اتصورت بالشكل ده عشان توصل المعلومة بشكل افضل للناس، واعتقد ان هي وصلت لحضراتكم. بيوضح لنا ان الانسان او اي حد جواه تصادم رهيب بين الخير وبين الشر. الخير والشر جوا اي حد سواء انسان او حيوان ما دام في روح. ايه اللي بيكسب ومين اللي بيكسب، الخير ولا الشر؟ انت عايز ايه؟ انت هتكبر مين فيهم؟ انت هتغذي مين فيهم؟ مين فيهم اللي انت عايزه يطلع ومين فيهم اللي انت عايزه يخرج للناس؟ ايه ده، هو انا اللي هختار؟ طبعا انت اللي هتختار. لو عايز الخير هو اللي يطلع هيطلع، ولو عايز الشر هو اللي يطلع هيطلع جواك. خلي بالك انا في حد كنت بتكلم معاه في الموضوع ده فقال لي طيب هو ليه قابيل في بدايه البشريه لما قتل هابيل ما ترددش وقتل على طول، فين الخير اللي كان جواه؟ عايز اقول لك ان مش معناه ان هو ما كانش جواه خير، يعني هو اكيد كان جواه خير. اي حد
ملهاش علاقة بالدين، ملهاش علاقة أنت مسلم أو يهودي أو مسيحي. الرحمة أو الخير والشر هي حاجة ربنا حطها في كل الناس، مين فيهم اللي بيكسب؟ طيب تعالوا نشوف الأول برضو قصة قابيل وهابيل عملوا إيه في بعض عشان نعرف قابيل كان عنده خير ولا ما كانش عنده خير، وقتل أخوه ليه، وإيه الموضوع، وإيه قصة الخير والشر جوه قابيل. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي رقم 3 ونرجع لحضراتكم مرة تانية. شفنا اللي حصل، خلي بالكوا دي أول جريمة قتل في البشرية، ده افتراس على فكرة، ده قتل أخوه. والحقيقة أن لو ركزنا هنلاقي أن الخير والشر موجود في الاتنين، مفيش حد جوه بس خير ومفيش حد بس جوه شر. بس هابيل اللي هو احنا رمز الخير بالنسبة لنا، الخير هو اللي غلب جواه، فما مدش إيده على أخوه، ما رفعش إيده بأي سلاح على أخوه. لكن قابيل للأسف الشر جواه هو اللي غلب، ويمكن لاحظنا في الفيديو اللي بيحاول يوضح لنا الصورة قد إيه قابيل كان بيكبر الشر جواه وبيحاول، هو اللي بيغذي الشر وهو اللي بيكبره وهو اللي اختار إن الشر هو اللي يطلع. الحقيقة هنا عايز أقول حاجة صغيرة وبعدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، بس نقول المعلومة دي. يا ترى إيه هي طبيعة النفس البشرية؟ يا ترى نفس الإنسان أو نفس البشرية البشر بتاعنا خير ولا شر؟ ولا هي في حياد أخلاقي لا هي تنتسب إلى الخير ولا تنتسب إلى الشر؟ هنطلع فاصل ونرجع نتكلم في النقطة دي وبعدين نكمل الحلقة بتاعتنا. فاصل ونرجع لكم مرة تانية. زي الفل ودي أكل ست الكل، البس اشرب أو كل وسيب الباقي عليا، عقل 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 ولا مجنون أهلا بيكم، رجعنا لكم مرة تانية. وقبل الفاصل كنا شفنا الفيديو بتاع قابيل وهابيل، وكنا بنتكلم سؤال قبل الفاصل، إيه هي طبيعة النفس البشرية؟ يا ترى الإنسان في طبعه خير ولا شرير، ولا هو في حياد أخلاقي لا ينتسب إلى الخير ولا ينتسب إلى الشر؟ الحقيقة العلماء هنا اتقسموا لثلاث أراء بسرعة كده. الرأي الأول بيقول إن الإنسان في أصله هو مخلوق غير شريف، وإنه لو كان إنسان خير هو شرير، وإن كان الإنسان خير ما كانش هيحتاج كل يوم لآلاف الدعوات والخطب والمواعظ عشان يعمل الخير. دي وجهة نظر وده دليله. في ناس ممكن تقتنع بالرأي ده، لكن في رأي تاني بيقول لا بالعكس، الإنسان أصله الخير وإن فطرته هي الخير، وممكن ناس تانية تكون بتأيد الرأي ده. بس في رأي تالت الحقيقة وأنا بأيده جدا. ليه بأيده؟ هقول لكم بعد ما أقول الرأي. الرأي ده بيقول إن الإنسان لا هو بينتمي إلى الخير ولا بينتمي إلى الشر، وفطرة ربنا اللي ربنا حطها في الإنسان ملهاش علاقة بالخير والشر، هي مجرد فطرة بتلهم الإنسان إن ده خير وده شر، وعلى الإنسان أن يختار بين الخير وبين الشر هو عايز إيه، وهي دي إرادة البشر اللي ربنا هيحاسبهم عليها. وأنا بأيد الرأي ده. ليه بأيده؟ يكفي قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها، النفس اللي خلقها، فألهمها فجورها وتقواها الشر والخير، قد أفلح من زكاها اللي اشتغل على الخير، وقد خاب من دساها اللي اشتغل على الشر. خلي بالك، قد أفلح من زكاها يعني تشتغل على نفسك وتخلي الخير جواك يعلى. قد أفلح من زكاها مش بس جواك، قد أفلح من زكاها تزكي الناس التانية وتدعيهم للخير عشان يعملوا الخير. طيب خلاصة الكلام ده إيه اللي احنا اتكلمناه؟ إن الطبيعة البشرية أو فطرة الإنسان عندها استعداد للخير والشر، عندها الاستعداد للطيب والخبيث. عشان كده ربنا خلق الشيطان عشان يشتغل على الحتة بتاع الشر اللي جوه كل إنسان ويحولها من إرادة لفعل، وخلق أو أرسل الرسل عشان تشتغل على الحتة الخير اللي جوه البشر عشان تحوله من إرادة أو معرفة لفعل، فيحصل توازن. أنت هتبقى مع مين؟ من أتباع ده ولا من أتباع ده؟ طيب خلونا نتكلم حاجة تانية. لو أنت عايز بقى الخير اللي جواك هو اللي يكسب وهو اللي يغلب الشر، في طريقة واحدة ممكن أقولك عليها تساعدك تعمل ده. الطريقة دي هي حاجة اسمها الرحمة أو التراحم. يعني إيه الرحمة ويعني إيه التراحم؟ ارحم الناس، خلي الرحمة صفة يعني من الصفات الكبيرة اللي جواك اللي تعامل بيها الناس وتعامل بيها البشرية، مش بس الناس والحيوانات وكل حاجة في حياتك، لأن لو الرحمة دي جواك هتفرق معاك كتير قوي في حياتك. طيب تعالوا نشوف الفيديو رقم 4 وبعدين نرجع تاني نكمل مع بعض كلامنا. نعرض الفيديو رقم 4 يا جماعة. ده فيديو كده صورة من صور الرحمة
قط بيحاول لقط تاني بيحاول او قطه لقطه تانيه بغض النظر عن جنسهم ايه، بس هما بيحاولوا بتحاول ترجعها للحياه وتعمل لها انعاش. الحاجات دي مش اي حتى البشر ما يعرفش يعمل كده الا لو عنده علم او عنده خلفيه طبيه. دي اتخبطت في الشارع حادثه عربيه، بس ده نهايه الفيديو. اكتر من مره بتحاول تعمل محاوله انعاش للقلب عشان ترد فيها الروح تاني، بغض النظر هتنجح ولا تفشل، بس انتوا متخيلين الصدمه اللي هي القطه فيها دلوقتي عشان صاحبتها او كان جوزها ولا معرفش ده ايه بالنسبه لها، لكن مات قدامها في حادثه عربيه، فهي بتحاول ترجعه للحياه تاني وتعمل له انعاش. سبحان الله اللي علمها كده. هي دي الرحمة يا جماعة. أنا عندي فيديوهات كتير قوي عن الموضوع ده، وكنت محضر إن هي تتعرض النهاردة، لكن للأسف وقت الحلقة ممكن يزنقنا شوية ومش هنعرف نخلص كل الفيديوهات، لكن هحاول إن أنا ألم على قد ما أقدر. عارفين يعني إيه رحمة؟ الرحمة في الكتب بيكتب لها ثلاث كلمات ورا بعض تعريف للرحمة، هي الرقة والعطف والمغفرة. خليك رقيق مع الناس وعاطف على الناس واغفر للناس، بلاش تبقى صعب وقاسي مع الناس. على فكرة الرحمة هي أهم خلق وأهم صفة في البشرية. تعالوا شوفوا ربنا لما اتكلم عن الخلق أو عن الصفة بتاع الرحمة اتكلم عنها ووصف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي. يقول الله: وما أرسلناك، ده على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا شايف النبي كده رحمة. تعالوا شوفوا النبي لما اتكلم ووصف ربنا ورحمة ربنا اتكلم عنه إزاي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشايف ربنا بيحكم بيتكلم عن الموضوع إزاي، والنبي بيتكلم عن الرحمة إزاي. خلي بالك الجزء اللي نزل في الأرض أنت عندك في قلبك نصيب من الرحمة دي، وده اختبار. لو هتفعل الرحمة هتتحاسب عليها وتجازى خير. لو مش هتفعل الرحمة اللي جواك اللي هو ربنا ادهالك من الجزء بتاعه، هتتحاسب عليها بالعكس بالشر. طيب عشان تفعل الرحمة اللي جواك تعمل إيه؟ خلينا ماشيين بالترتيب. احنا قلنا جواك خير وشر، عشان الخير يكسب تفعل الرحمة، وعشان تفعل الرحمة تعمل إيه؟ أنا جايب لك النهاردة هدية، وصفة صغيرة جدا وحاجة واحدة لو عملتها خلاص الرحمة جواك تتفعل. مساعدة الناس. لو قدرت توصل إنك تساعد الناس أنت الرحمة اشتغلت جواك. إيه علاقة ده بده؟ عايز أقول لك إن الرحمة ومساعدة الناس وجهين لعملة واحدة، وش وضهر. الرحمة ومساعدة الناس. طيب أساعد الناس إزاي؟ ممكن تطعم فقير، ممكن تكفل يتيم، مفيش مشكلة. ساعد ان انت تبني مدرسة، تبني جامع، تبني مستشفى، دار ايتام، مفيش مشكلة في ده. لو انت ماشي في الشارع ولقيت حجر في الشارع اركنه في جنب، ده فعل خير، ده مساعدة ناس، والله ده مساعدة ناس، وده دليل على الرحمة في قلبك وهيشغل الرحمة في قلبك. طب لو انت مش معاك انك تصرف وتساعد الناس بفلوس، ولا انت فيك صحة تشيل الحجارة من الشارع وتعمل مجهود عشان تخدم الناس، خلي الناس تضحك. ساعد الناس ان هي تنسى همومها. طب مش قادر تعمل ده، اضحك، ابتسم في وش الناس، والله العظيم ابتسامتك رحمة وهتتحاسب عليها. مجرد ابتسامتك او حتى كلمة مالك في ايه، ده سؤال لو سألته لحد وحس منك ان انت قد ايه خايف عليه وعايز تطمن عليه ومهتم بيه، دي رحمة وربنا
هيحاسبك عليها. طيب خلينا اقول يا جماعة ان من ضمن صور الرحمة او مساعدة الناس اللي بيها بتاخد الرحمة، تعالوا نشوف ازاي برحم وازاي او بساعد الناس وبالتالي الرحمة بتشتغل، فربنا يجازيني عند خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال قصتين، قصة عن واحد مر في مكان فلقى كلب كان عطشان فسقاه فربنا غفر له، بس في قصة تانية اشهر منها اللي احنا كلنا بنسمعها دايما، وهي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كانت على واحدة دخلت النار في هرة او في قطة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فما كانش عندها رحمة، كان عندها قسوة. حصل إيه؟ دخلت النار. طب تعالوا نعكس الآية، تعالوا نشوف العكس بقى. النبي كان بيتكلم بيقول لك كان في واحدة غنية يعني زانية، كان في كلب بيلهث حوالين بئر، كان في كلب بيلهث حوالين البئر، ومرت بيه زانية من زواني بني إسرائيل، والرحمة في قلبها اتحركت لما لقيته عطشان فخلعت الخف بتاعها ومليته مية وسقته فغفر الله لها بهذا الفعل. طيب يا ريت يا جماعة ترجع لنا بعد إذنك تاني، خليك معايا هنا، الفيديو ده يعني مش محتاجينه دلوقتي، يا ريت ترجع لي. أيوة كده. طيب إزاي أوصل للرحمة؟ قلنا إن إحنا نساعد الناس، وازاي اساعد الناس قلنا ممكن نعمل ايه الخطوات بتاعتنا. طيب في فيديو هنعرضه دلوقتي، هو الفيديو رقم 9، وده مهم جدا عشان نبين للناس ان فعل الخير عمل روتين يومي لو قدرنا نعمله. يا ريت تعرض لنا اي حاجه من الفيديو ده لو موجود عندك. ده واحد ده واحد عنده فعل الخير عمل يومي وروتين يومي، اول ما بينزل مع النبات مع الحيوان مع الناس. خلي بالك دي مش بتشحد، دي قاعده بتكمل مصاريف تعليمها فور اديوكيشن حتى يفطر. طيب مفيش وقت ان احنا نكمل الفيديو للاسف، وصلنا لنهايه الحلقه، لان معلش برضو بعتذر تاني ان وقتنا ما ساعدناش ان احنا نكمل الحلقه زي ما كان مطلوب، بس اتمنى ان احنا النهارده نكون وصلنا رساله. حاولوا تكونوا رحماء مع الناس وحاولوا تساعدوا الناس. يقول النبي، وهختم بالحديث ده، من لا يرحم لا يرحم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نهاية الحلقة بشكر حضراتكم على المتابعة، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقلة ومجنونة شوية وسعت روشة وشقية، أكلت وعدت هنجيبها من كل مكان في الدنيا، أدي عادة زي الفل وادي أكل ست الكل، البس اشرب أو كل وسيب الباقي عليا. عقل 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 ولا